على نار هادئة تحضر تركيا لعملية عسكرية برية محتملة في الشمال السوري، وترسل أنقرة بإشارات وتحذيرات بالاتجاهات كافة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش الملف مع أعضاء مجلس الأمن القومي وتوعد بالقضاء على ما وصفها بمنابع الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة إنهاء التنظيمات الكردية المسلحة. عملية أنقرة حيث أطلق عليها اسم المخلب السيف تهدف إلى إقامة حزام أمني على طول الحدود التركية السورية، وتسعى إلى إبعاد القوات الكردية من شمال سوريا في مدن وبلدات محاذية أهمها عين العرب، كوباني، ومنبج، وتل رفعت. مقابل موقف تركي متواعد، تتشابك مواقف الفاعلين في شمال سوريا بين قلق وتردد. هناك الولايات المتحدة، روسيا، وسوريا، فواشنطن الداعمة منذ سنوات لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية تعبر عن قلق من تداعيات توغل بري. أما موسكو فترفض بشكل قاطع نوايا أنقرة وتسعى في الوقت ذاته لوساطة بين الجانبين التركي والكردي لأجل التهدئة. وبالنسبة لدمشق فلا تعليق رسميا رغم تقاريرها تتحدث عن مقاربات تركية لسوريا ووجود وساطة روسية تنشد عقد قمة بين الرئيسين التركي والسوري. للمزيد أرحب بضيوفي من إسطنبول، دكتور سمير صالحة الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا من دوسلدورف إبراهيم كبان مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات. أهلا بكما دكتور سمير. سأبدأ معك من إسطنبول، برأيك الاتصالات ما بين أنقرة، واشنطن، وموسكو يمكن أن تتوصل إلى تسوية ملائمة تمنع أي عملية عسكرية برية، وبالتالي تكتفي أنقرة بشكل ومضمون أي تسوية تكون بالنسبة لها مقنعة؟ نعم، مساء الخير للجميع. أولا طبعا هذا بين السيناريوهات التي تناقش في الداخل التركي، لكن أظن أن التركيز الآن بالنسبة لأنقرة على متابعة نتائج الحراك الأمريكي من جهة والروسي من جهة ثانية. كل طرف الآن يتحرك باتجاه إقناع مجموعات قساد بالعودة إلى التفاهمات وما اتفق عليه في العام 2019 بإبعادها عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتر، موضوع إعادة أو سحب الأسلحة الثقيلة الموجودة بيد هذه المجموعات، ومطلب أساسي بالنسبة لأنقرة تسليم بعض الأشخاص المطلوبين موجودين في صفوف هذه المجموعات من المحسوبين على حزب العمال. طبعا المطالب التركية مرتبطة أيضا كما أنا أتابع بفتح الطريق أمام تسوية سياسية في التعامل مع الملف السوري. لذلك الآن كل طرف أمريكي وروسي يحاول جاهدا تجنيب المنطقة هذه العملية العسكرية من خلال الوصول إلى حلول وسط تقرب بين المواقف المحلية والإقليمية. طيب أستاذ إبراهيم من ديسلدورف، تعتقد أن قصد اليوم تحت ضغط كبير، ضغط أمريكي، ضغط روسي، الضغط التركي بطبيعة الحال لتقديم تنازلات؟
تحياتي القلبية لكم. بالتأكيد أن قوى سوريا الديمقراطية خلال المراحل الماضية يعني منذ 2018 حين غزوا منطقة عفرين كانت تتلقى تهديدات مباشرة من الدولة التركية وأيضا من حلفاء الدولة التركية في المنطقة. يمكن لنا أن نقول اليوم حلفاء الدولة التركية، بعض المجموعات المعارضة السورية، وأيضا دخل النظام السوري في نفس المسار، وأيضا النظام الإيراني، وأيضا بعض المصالح الروسية. ولكن في المطلق يعني ليس بجديد على قوى سوريا الديمقراطية خوض مثل هذه المواجهات سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي والأمني والدولي مع الدولة التركية. وبالتالي حسب المنطق يقول أن قوى سوريا الديمقراطية هي لديها استراتيجية تالية: عدم قطع العلاقات لا مع روسيا ولا مع النظام السوري ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع كافة القوى الغربية، والاستمرار باستراتيجية إقناع المجتمع الدولي أن قوى سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ليس لهم علاقة بحزب العمال الكردستاني وليس لهم صراع مع الدولة التركية، ويبحثون حقيقة عن حل جذري مع الدولة التركية وحسن الجوار والحفاظ على الحدود السورية، وأيضا إلى ما هنالك من أوامر يعني مسائل قد تساعد على وقف مثل هذه التهديدات على قوى سوريا الديمقراطية والمنطقة كلها. طيب دعني أروح بالآن بضيفي من العاصمة السورية دمشق أستاذ مهند الضاهر المحلل السياسي. أستاذ مهند، يعني في ظل كل هذه التحركات، ما هو الموقف أو التقييم لدى الحكومة السورية؟ هناك تهديد تركي بعملية برية، هناك موقف السوري، كذلك واشنطن تدخل على الخط قصد، لا يبدو أنها بصدد تقديم أي تنازلات، ما هو التقييم من وجهة نظرك؟ يعني اولا مساء الخير لك وللضيوف الكرام، شكرا على الاستضافه. يعني طبعا الكل يدرك تماما بان الموقف السوري واضح تماما منذ بدايه الازمه، ما يريده الدوله السوريه هو الا يكون هناك اي ذريعه للتركي بهذه العمليه العسكريه. كل الموضوع بالنسبه للتركي يعني، وخاصه ان التركي يحاول قدر المستطاع التواصل مع الدوله السوريه قبل الانتخابات الى اخر ما هنالك. لذلك الدوله السوريه ما تحاوله اولا واخيرا ان تجد حلا وسطا اولا مع قوات سوريا الديمقراطية لكي يكون هناك اشتراك في مواجهة أي خطر محتمل، ولكي لا يكون ذريعة بالنسبة للتركي حتى يعني يهاجم هذه المنطقة. طبعا التركي لا يهمه من كل خطابه إلا شيء واحد، هو يتحدث عن الإرهاب، يتحدث دائما يقول الجماعات الإرهابية، يقول إرهابيين، وكل ما يقصد به هو فقط يعني، وأنا آسف على هذا المصطلح ولا أقصده من المعنى العرقي، يقصد الأكراد تحديدا، حزب العمال الكردستاني، وبالنسبة له سواء قسد أو وحدات حماية الشعب أو كل ما يسمى كردي، بالنسبة له أولا وأخيرا إرهابي. وبالتالي كل الاستهدافات تقع على الأكراد ليس فقط على حزب العمال الكردستاني، خاصة وأن التركي بشكل عام ما يفكر به هو هذه المنطقة التي يسميها آمنة، منطقة عازلة 30 كيلومتر، يبعد الخطر بين قوسين الكردي عنه. وبالتالي الدولة السورية ما تحاوله هو إيجاد صيغة من خلال يعني القوات الروسية ذهب ليقابل مظلوم عبدي في موضوع يتعلق ب يعني تسليم بعض المناطق والسماح للجيش العربي السوري بالدفاع عنها. أنا أعتقد بأن هناك رفض كردي من قبل قوات سوريا الديمقراطية، رفض يعني عدا عن ذلك هناك تصريحات يعني تتعلق من مظلوم عبدي بأنه يناشد أمريكا بأن نحن الأكثر ولاء في المنطقة، لذلك لا تنسونا. أعتقد بأن الدولة السورية ما تحاول أن تقوله نريد أن نكون موجودين في المنطقة ليكون هناك المواجهة المباشرة مع أي يعني مواجهة تركية، مع أي هجوم تركي، لأنه حقيقة طالما أن تركيا تذرع بوجود جماعات إرهابية يقصدها الأكراد، أعتقد بأنه سيقوم بهذه العملية وقد تصل إلى حد معين حتى يعني الاحتلال مناطق جديدة، رغم أن سوريا لها مطالب واضحة بالانسحاب بدعمه لجماعات إرهابية النصرة وغيرها في المنطقة. لكن أنا أعتقد بأن لا تجاوب من قبل قسد، ولا ليس فقط لا تنازل، هو لا تجاوب أبدا حتى في هذا. نعم تفضل. نعم طب استاذ ابراهيم كمان من دوسلدورف، طالما ان هناك عرض موجود على الطاوله يجنب المنطقه تداعيات حاله الاضطراب او عدم الاستقرار، والصلاة مفتوحه مع الجانب السوري، لماذا يرفض او ترفض قصد هذا العرض، الانسحاب مسافه 30 كيلومتر، تمكين الجيش العربي السوري في المناطق الشماليه الشرقيه، انتشاره على طول الحدود، اليس هذا اقل كلفه؟ وبالتالي يفوت أي فرصة على الجانب التركي كما يقال أن يتذرع بحجج مختلفة تحت عنوان مكافحة ما يسميه الإرهاب.
يا سيدي العزيز، قوات الدولة السورية منتشرة في مدينة كوباني وفي منبج وأيضا في تل رفعت وأيضا في مناطق تل تمر وقريبة من القامشلي. أيضا هذه القوات منتشرة في واقع الأمر. يعني المطالب الدولة التركية ليس هو انتشار لقوات النظام الدولة السورية أو قوات الروسية في المنطقة. الدولة التركية كما قال ضيفكم من دمشق ويحارب الوجود الكردي في المنطقة. يعني الكل يعرف خارطة تواجد الكردي في سوريا موجودة في الشمال السوري ضمن الحدود 40-50 كيلومتر، وبالتالي ما يطالبه الدولة التركية هو إزالة الوجود الكردي من هذه المنطقة وإقامة حزام أمني لحماية الأمن القومي التركي من المواليين بعد السوريين وبعد الذين أتوا بهم من تركستان وغيرها لتوطينهم في المنطقة الكردية السورية. وبالتالي المسألة ليس فقط في قوات النظام. اليوم أعلام النظام مرفوعة في كوباني وفي شهباء وفي منبج وأيضا في تل رفعت وأيضا موجودة في تل تمر. وبالتالي ليس الحجج التركية واضحة كما قال ضيفكم، وهذه حقيقة. تركيا لا تحارب القوات قصد فقط، تركيا تحارب الوجود الكردي. تركيا تخشى من أي تطور للقضية الكردية. حتى تركيا اليوم تريد الاتفاق مع الدولة السورية، حتى الدولة السورية لا تعترف بأي واقع كردي سوري، بالرغم أن الدولة السورية تحاول أن تقترب من الكرد، والكرد أيضا يحاولون التقرب من الدولة السورية، حكومة سورية. ولكن تركيا تحاول الدخول في البين وتحاول فك هذا التقارب الكردي السوري أو كردي مع الدولة السورية. وأنا أعتقد أن الحوارات الحقيقية التي يجب أن تبدأ بين الدولة السورية وأبنائها الكرد هو الحوار الحقيقي. وأنا أدري يعني منذ أمس كان هناك حوارات واليوم هناك حوارات، ويجب أن تفضى هذه الحوارات إلى نتائج حقيقية ترضي الطرفين، بالأخير الكرد سوريين والدولة السورية هي دولة سورية. طيب هذا كلام جيد، سأعود إليه في إطار مضمون الاتصالات الجارية حاليا قد يكون برعاية روسية كما فهمنا. دكتور سمير صالح، يعني إذا ما تمكن الجيش السوري من الانتشار وجرى سحب قوات قصد مسافة 30 كيلو متر، هل هذا يعني نهاية هذه الأزمة؟ لن تكون لتركيا مطالبات جديدة؟ يعني هذا التصور يناقش في الداخل التركي منذ فترة، ويبدو لي أنه في ليونة حيال مادة من هذا النوع، أن تنسحب هذه المجموعات كما انسجاما لاتفاقيات 2019 كما قلت لك قبل قليل. ونعم ربما القوات النظامية في دمشق من احتمال كبير أن تدخل في إطار تفاهمات تركية روسية وضمانات روسية تقدم لأنقرة. طبعا هذا الشق سيكون مرتبط كما قلنا أكثر من مرة بالعديد من نقاط التفاهم التي بينها فتح الطريق أمام تسوية سياسية في التعامل مع الملف السوري، حسم ملف مجموعات داعش الذي تحاول واشنطن بالتنسيق مع مجموعات قسد لعب هذه الورقة باستمرار ضد الداخل السوري وضد القوى الإقليمية. أنقرة لها أكثر من مطلب، أكثر من تصور. وأظن موضوع فتح الطريق أمام إخراج مجموعات قسد بعيد عن الحدود جزئية أساسية في كل هذا النقاش. لكن هذه المجموعات نعرف تماما أنها لن تنسحب يعني بمثل هذه السهولة. لماذا؟ لأنه انسحابها يعني سقوط مشروعها الذي راهنت عليه. المسألة ليست مرتبطة بتواجد أكراد في شمال سوريا، لأنه الأكراد في شمال سوريا نعم جزء منهم حوالي 300 ألف كردي سوري لجأوا إلى الأراضي التركية، والآن هم موجودين داخل الأراضي التركية، وتركيا هي التي توفر لهم الدعم والرعاية منذ سنوات. هذا يؤكد مرة أخرى أنه المسألة ليست مرتبطة لا بملف كردي أو قضية كردية أو لعب ورقة أكراد. الحديث يجري عن مجموعات مرتبطة بحزب العمال ينبغي تصفيتها وتحييدها بأسرع ما يكون. طبعا العامل الأمريكي هنا مهم للغاية كما تعرف أنت أيضا. سياسة واشنطن متمسكة بلعب أوراق هذه المجموعات ينبغي أن تتغير أيضا. طيب ذكرت أيضا مع فتح الطريق أمام تسوى سياسية في سوريا، لماذا هذا الربط؟ العملية السياسية ربما تمضي تتعثر، لكن هذا الأمر قد يحتاج إلى وقت طويل. هذا الربط لا يعقب من المسألة؟ أنا أظن أنه في جمود في التعامل مع الملف السوري من الناحية السياسية منذ سنوات، في أكثر من آلية، أكثر من منصة إقليمية ودولية تم تشكيلها. وأنقرة الآن بدأت ترى أنه لابد أن يكون هناك من زخم جديد، من لغة جديدة، من أسلوب جديد في التعامل مع الملف السوري. لذلك أظن هي تربط بين أكثر من مسألة بشق أمني، بشق عسكري، وبشق سياسي. وأظن أن الحوار الذي يجري مع دمشق على مستوى أجهزة الاستخبارات التركية والسورية مرتبط بهذه الخارطة، خارطة التي
خارج الطريق التي نتحدث عنها. طيب أستاذ مهند، أود أن أسألك هنا، البعض عندما يتابع هذا المشهد، المواقف التركية الروسية، كذلك موقف الحكومة في دمشق واشنطن، يتابع بأن هناك ربما حالة من التقاء المصالح التركية السورية الروسية، هل تتفق مع هذا الأمر؟ هذه المصالح ربما تنظر إلى ما هو أبعد من موضوع شمال شرق سوريا، إلى موضوع خروج القوات الأمريكية. أنا أعتقد الأولى أولا وأخيرا، هناك شرط للدولة السورية في أي التقاء يعني للمصالح. أولا هناك احتلال يسمى الاحتلال التركي لأراضي سوريا، وهناك مطالب سورية من قبل سوريا، هناك مطالب للتركي أو من التركي هو الخروج أولا من الأراضي السورية، وقف دعمه لجماعات. ولكن يعني عندما نتحدث عن هذه التقاء المصالح الروسية إلى آخر مهنة، مؤكد بأن ليست روسيا يعني مؤسسة خيرية، ولا تركيا مؤسسة خيرية، ولا دولة في العالم تأتي إلى سوريا هي مؤسسة خيرية. أولا وأخيرا المصالح الروسية هي مصالح اقتصادية تتعلق بوضعه الحالي في أوكرانيا والإقليم بشكل عام. لكن بالنسبة للدولة السورية، يعني عندما تسمع الخطاب التركي، أين نقط الالتقاء عندما نسمع بأن تركيا تحدث مثلا بأنه يجب على سوريا أن تكتب دستور جديد وأن يكون هناك دستور جديد؟ طبعا يعني نحن حكينا هذا الكلام سابقا وتحدثنا فيه، وقلنا أنه الشأن الداخلي، يعني أنا مثلا بشكل شخصي بس أطلع على قناة المملكة الأردنية، أنا لا أقول بأن الحكم في المملكة هو كذا ويجب كذا ويجب كذا، هذا شأن داخلي أولا وأخيرا. وبالتالي التقاء المصالح الروسية التركية هذا شأن آخر. أما مصلحة سوريا هو أن تكون الأرض معافاة. أولا هناك دعم لإرهابيين النصرة وتحرير الشام وغيرها من قبل التركي بشكل واضح وعلني وفاضح أيضا. عدا عن ذلك هناك استغلال وسرقة للثروات في سوريا، هناك تعامل مع قسم من الأكراد الذين تحدث عنهم الدكتور سمير، ليس كل الأكراد هم معادين للسياسة التركية، وهناك من يقيم أفضل العلاقات معهم، هناك فعلا بشكل حقيقي من يعادي أيضا الدولة التركية من قبل الأكراد. وعندما نتحدث عن الأكراد نحن نتحدث عن مكون جزء من الدولة السورية، لا أقول بأنه خارج الدولة السورية. وبالتالي أنا أعتقد بأنه أي مصلحة يمكن أن نتحدث عنها هي ما لا تنطبق على مصالح الدولة السورية 100% وليس 90% ولا 95% ولا حتى 99%، يجب أن 100% تتطابق. وعدا عن ذلك يعني كنا نسمع نحن بأنه الخطاب التركي الآن من قبل الرئيس أردوغان وحتى الرسميين في تركيا يتحدث عن محاولة لقاء والتقاء وإلى آخره. كل ما تحدث عنه الدولة السورية ما تراه بعينها تراه يجب أن يكون بعد الانتخابات، لأننا نريد أن نرى بأنه في حال نجح بعد الانتخابات هل سيتحدث هذا الكلام أردوغان؟ أنا أعتقد بأنه إذا نجح في هذه الانتخابات التي ستقام في 2023، أنا أعتقد بأنه سيغير الخطاب. ما يبحث عنه الآن هو نصر سياسي، هذا النصر يتعلق بحل أزمة ديموغرافية لديه تتعلق باللاجئين، بحل أزمة اجتماعية أيضا. عدا عن ذلك حكى يعني الصديق من إبراهيم كبان عندما تحدث وقال بأنه ما يحاوله هو التغيير الديموغرافي هناك، والتغيير الديموغرافي ليس فقط على حساب الكرد يعني كمكون كردي أو كمكون عرقي، ولكن أيضا على بالمعنى الإيديولوجي، أي أن يجب أن يكون هناك في هذه المنطقة يجب أن يكون هناك مكون إسلاموي، ولا أقول إسلامي وثم تفارق كبير، أنا أتحدث في وجهة نظر السياسة. وبالتالي هذا المكون الإسلاموي هو الذي يعتبر تغيير إيديولوجي في المنطقة، ربما يكون هؤلاء هم الذريعة أو بالأحرى السلاح الذي يمكن أن يواجه فيه الدولة السورية وحتى منهم الأفراد. وأعتقد بأنه التوجيه يعني أو تسمية بعض الجماعات الإرهابية من هيئة تحرير الشام وغيرها دعت التركية لتسوية الخلافات فيما بينهم ليواجهوا الدولة السورية أو الأكراد في هذه المنطقة. وهذا يوضح تماما بأنه هذه المصالح هو فقط من كل من طرفه، أما الدولة السورية فلا مصلحة لها بأن تبقى التركي، ولا مصلحة لها بأن يبقى نهب دعم الجماعات الإرهابية، وحتى أن الطرق الدولية يجب أن تتحرر. وبالتالي أعتقد بأنها لأنها شريان حيوي اقتصادي للدولة السورية. إذن
أين هي المصلحة؟ أعتقد الروسي يفكر بنفسه، كذلك التركي يفكر بنفسه، فقط سوريا من تدفع الثمن، وهذا واضح في الجنة. نعم. طب أزاء ذلك أستاذ مهند، وأمام هذه المحاضرة المحدقة، ألا تعتقد أن ذلك ربما يقرب من المسافات ما بين دمشق والأكراد، وأنه بنهاية المطاف الاتفاق هو اتفاق حتمي بلا شك؟ هذا ما يجب أن يكون. ونحن في السياسة يعني طبعا كما يقول ميكيافيلي، أو بمفهوم ميكيافيلي، يعني يقول ما يجب أن يكون شيء وما يمكن أن يكون. المشكلة يعني الآن هناك رفض من قبل قوات سوريا الديمقراطية لتسليم بعض المناطق، وجعل الجيش العربي السوري يتحمل المسؤولية كاملة. وهنا عندما نتحدث عن الكردي أيضا نتحدث، نقول للمرة الألف مكون سوري، نحن نتحدث عن سوريين أولا وأخيرا. لكن المشكلة بأنه هناك استغلال من قبل قوات سوريا الديمقراطية للنفط والثروات وللخيرات الموجودة في تلك المنطقة، وبالتالي هذا ما يحرم الدولة السورية. يعني الآن أنا آسف يعني إني أقول لك، أنا الكهرباء أجت اليوم فقط ربع ساعة طول النهار، وبالتالي هذا بنقص المحروقات والوقود إلى آخر ما هنالك. واحد من هذه الأسباب هو أن هذا اللقاء بين الكردي، بين الطرفين السوريين، الكردي والعربي أو الكردي أو السوري السوري، خلينا نتحدث ونقول ما يجب أن يكون، أنه هذا لا يحصل. وأعتقد بأنه أن نقول، أن يقول الكردي أو مظلوم عبدي أن يقول لأمريكا بأن الأكثر ولا أن، ومعروف عن أمريكا تاريخيا تخليها دائما عن الكردي في أكثر من موقع، وفي مها آبات سنة 1945 في إقليم كردستان العراق عندما كان هناك استفتاء، أكثر من مرة تخلى عنه. حتى الرئيس ترامب في لحظة من اللحظات قال سنخرج من المنطقة ونتركها كما يكون. وبالتالي جاء وفد كردي ليتفاوض مع الدولة السورية وبطائرة سورية. هذا يؤكد بأن يجب أن يكون هناك لقاء، ما يجب أن يكون شيء وما يمكن أن يكون شيء آخر تماما. نعم. طيب أستاذ إبراهيم، بلا شك أن لديك تعليق. البعض يقول بأن الأكراد ربما لا يتعلمون من الدروس، يعني الولايات المتحدة توجه الطعنة تلو الأخرى لو أرادت منع الجانب التركي من شن هجوم ولو صغير لكانت استطاعت أن تمنع ذلك. ربما الآن تتفاوض مع الجانب التركي بدل أن تقول لا يمكن أن يكون هناك أي عملية عسكرية تركية. ذكرت لي موضوع المحادثات التي تتم برعاية روسية مع الجانب الحكومة السورية، طالما أنها تستمر تعتقد أن تقدم ما قد ربما يحرز غدا خلال الفترة القريبة، وأن هذا الأمر ربما علامة مشجعة، وأن هذا الحوار هذه المرة سيكون مختلفا عن حوارات سابقة؟ العملية أستاذي الكريم، الحوار يكون تحت الضغط. حينما يكون الحوار تحت الضغط هذا الحوار لا يكون حوار منصف، وبالتالي ما يحصل الآن هو حوار قد يكون تحت الضغط، يعني وبالتالي هذا الحوار لن يفضي إلى شيء يذكر. وبالتالي أنا أعتقد المسألة مرتبطة ببرنامج يجب أن يقدمه الدولة السورية للكرد أو للإدارة الذاتية. هذا البرنامج يضمن بعض الحقوق الحقيقية لقوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش العربي السوري، وأيضا بعض الحقوق على المستوى السياسي والثقافي للمنطقة، وأيضا يكون لها المنطقة حصة كأقليم من الثروات السورية كافة أو ثروات المنطقة على الأقل. وبالتالي أنا أعتقد هناك تقصير من الدولة السورية، حكومة سورية، وهناك تقصير ربما يكون من قوات سوريا الديمقراطية. قد يكون الذي يجمعهم على الطاولة واحدة لم يطرح هذه المسألة بشكل حقيقي، أن يكون هناك برنامج لهذا الحوار، أن يكون هناك من كلا الطرفين أن يتقدم بخطوة حتى يكون هناك هذا الحوار حقيقي. أنا أعتقد للنظام التركي يعني يد في هذه اللعبة، وقد تكون روسيا مقصرة حقيقة. إذا أرادت روسيا أن تجد لهذا الحوار حقيقة ستجد، بدليل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية غير تابعتين لقوات الأمريكية في المنطقة. يعني قوات سوريا اليوم، قوات الدولة السورية موجودة في كوباني كما قلت، في منبج، في الشهباء، الرفعت، موجودة في تل تمر وقامشلي. إذا كانت أمريكا ترفض، فكيف هذه القوات أتت إلى المنطقة؟ أنا أعتقد المسألة غير مرتبطة بأمريكا. هناك تعاون أمريكي مع قسد في محاربة الإرهاب الذي استفاد منه ليس فقط الكرد وإنما كافة سوريا، منها الحكومة السورية أيضا. وهناك
هناك تنسيق في الواقع الامر عسكري، هناك غرف عمليات عسكريه بين الحكومه السوريه او الجيش العربي السوري بين قوى سوريا الديمقراطيه، وهذا حقيقي في عده مواقع في المنطقه، وهناك قوات، هناك حتى لدرجه هناك تشارك بين قوات النظام وقوات يعني الدوله السوريه وقوات سوريا الديمقراطيه في عده مواقع منها عين العيسى وايضا تل تمر وبعض مناطق اخرى، وايضا هناك حتى على درجه الشهداء وقع العشرات من الشهداء من جيش الدوله السوريه الحكومه السوريه وجيش قوات سوريا الديمقراطيه في خندق واحد في عده مواقع امام الاحتلال التركي والمجموعات الارهابيه المرتزقه التي تديرها ما تسمى بالائتلاف الارهابي السوري. وبالتالي انا اعتقد الحوارات اذا ارادت ان تصل الى مجراها، وانا اشارك صديقي من دمشق استاذ مهند، بالفعل يجب ان تجد هذه الحوارات طريقه الى الحل، وانا اعتقد يتطلب من كلا الطرفين من حكومه السوريه ومن قوات قسده التقارب باي شكل من الاشكال، ليس فقط من اجل تركيا او تهديد تركيا، ولكن في واقع الامر لن تنتهي الازمه السوريه حينما تكون بعيدين كل السوريين عن طاولة الحوار. أفضل حل للسوريين هو طاولة الحوار وإيجاد حل حقيقي بين الطرفين، وأن يتنازل كلا الأطراف عن بعض المكاسب الخاصة فيه من أجل المكاسب العامة السورية، سواء كان الحكومة السورية أو قوى سوريا الديمقراطية. طيب دكتور سمير صالحة، ذكر الأستاذ مهند ضيفي من دمشق نقطة تتكرر دائما فيما يتعلق بأن تركيا أو رئيس رجب طيب أردوغان لا يستبعد أن يكون هناك لقاء مع رئيس السوري بشار الأسد، وفي إطار هذا الحديث المتكرر البعض بات يربط هذه التصريحات للقيادة التركية بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2023، ويعتقد أن ما يجري اليوم من تهديد لشن عملية برية في شمال شرق سوريا ما هو إلا مجرد مناورة سياسية ترتبط بالانتخابات المقبلة. بلا شك أن أنقرة يعني ترد إليها هذه التصريحات، كيف ترد، كيف تستطيع أن تفند ذلك؟ أستاذ مهند قال الحديث اليوم عن لقاء محتمل مع الرئيس السوري بعد الانتخابات قد يتخلى الرئيس أردوغان إن فاز عن هذه التصريحات. يعني في حقيقة موجودة على الأرض، لا يمكن إطلاقا بعد الآن الفصل بين مسار العملية الانتخابية في تركيا والتعامل مع الملف السوري، شئنا أم أبينا، لأن الفترة الزمنية تتقلص كما تتابع أنت أيضا، حوالي 7 أشهر فقط تفصلنا عن الذهاب إلى الصناديق. والقيادات التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه قال قبل أكثر من شهر، قال أنه موضوع القمة غير مطروح في هذه الآونة، هذا اللقاء إذا ما تم، إذا ما عقد، سيكون بعد الانتخابات في تركيا. هذا ما قاله الرئيس أردوغان قبل أن يتحدث عنه أي شخص آخر في موقع السلطة. لماذا؟ لأنه رجب طيب أردوغان يعرف تماما أنه لقائه ببشار الأسد قبل الانتخابات قد ينعكس سلبا أيضا على حسابه وقواعده والعملية الانتخابية التي قد تؤثر على حزب العدالة والتنمية. أنقرة تتحدث عن اتصالات، عن تواصل مع دمشق، وهذا هذه الاتصالات، هذا التواصل موجود سواء كان على مستوى أجهزة الاستخبارات، احتمال كبير أن نراه ربما على مستوى الدبلوماسية أو مستوى السياسة أيضا، لكن ليس على مستوى القمة. لماذا؟ لأنه كما قلنا دائما أنقرة الآن بدأت سياسة سورية جديدة وتتعامل مع هذا الملف بهذا المنطلق. لكن في نقطة أهم أيضا، أنه الحراك التركي مرتبط بوجود مصالح للاعبين إقليميين ودوليين أيضا في التعامل مع الملف السوري، وهذه نقطة تتحول إلى عقبة في أكثر من مكان. رغم هذا التنسيق التركي الروسي مهم، لكن نحن نعرف تماما أنه الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حساباتها ومصالحها تذهب باتجاه آخر في التعامل مع الملف، وإلا لكانت أوقفت دعمها لمجموعات قسد وتركتها فعلا تذهب لتنسق مع النظام أو لتقطع علاقاتها بحزب العمال الكردستاني أو غير ذلك. إلى جانب العامل الإيراني الذي لا نناقشه كثيرا، لكن يبدو لي أن إيران أيضا بين المنزعجين من التقارب أو الحوار الحاصل بين أنقرة ودمشق، من عملية عسكرية تركية واسعة أو ضيقة لهم. المهم أنه هذا الحراك أو هذه السيناريوهات تقلق إيران. لماذا؟ لأنه تجري في بقعة جغرافية تبني عليها طهران حسابات استراتيجية، شمال شرق سوريا، مناطق تقاطع المثلث الشهير الجغرافي، سوريا تركيا
والعراق. نعم، أنا أشكرك من إسطنبول دكتور سمير صالحة الكاتب والمحلل السياسي، كذلك أشكر ضيفي من دوسلدورف إبراهيم كبان مدير شبكة الجيوستراتيجي للدراسات، وضيفي من دمشق مهند الظاهر المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم معه.